حلقتنا النهاردة بنطلع بيها من مقر النادي الأهلي في الجزيرة. طبعا حضراتكم متابعين الفترة اللي فاتت ميركاتو تاريخي النادي الأهلي في ألعاب الصالات، كرة سلة رجال سيدات، كرة الطائرة، طبعا مش محتاجين حد عندنا، الكرة اليد رجال وسيدات، موسم تاريخي يعني كل المراقبين للمواسم السابقة الموسم ده حقيقة كان فيه صفقات من العرض دي. حقيقة الأسبوع اللي فات طلعنا مع حضراتكم في حلقة مع صفقات كرة اليد وتابعنا طبعا أهم الصفقات اللي جت وتأثيرها، وكان لنا لقاء والحقيقة يعني كان لقاء مميز، واستعرضنا مع حضراتكم أهم طموحات اللاعبين الجدد في كرة اليد. النهارده بنطلع معاكم في حلقه خاصه عشان صفقات كره السله رجال. صفقات كره السله رجال السنه دي الحقيقه لو بنحلم قبل الموسم ما كانش هيبقى كده. صفقات من العيار التقيل، صفقات نجوم زي ما بيقولوا ستارز في مكانها. يمكن الباسكت بيبقى الموضوع صعب عشان تجيب لعيب ستار، النادي الاهلي عمل ميركاتو رائع في كره السله رجال. في البدايه طبعا برحب باحد هذه الصفقات النجم عمرو الجندي. ازيك عمرو؟ اهلا بك يا كابتن عصام، وشكرا على المقدمه دي، ومبسوط جدا ان انا معاك في البرنامج. عمرو انت منور النادي الاهلي ومنور قناه الاهلي. عمرو شكرا يا كابتن عصام، ربنا يخليك. معانا طبعا الصفقه السوبر الثانيه طبعا عمر طارق الاهلاوي جدا جدا جدا. ازيك عمر؟ ازيك يا كابتن عصام، وبتشرف ان انا مع حضرتك في البرنامج يعني وفي النادي الاهلي. طب